المقاومة أيضا في مأزق، بمعنى أن إطالة أمد الحرب مع الحصار الكامل ليس فقط على الشعب الفلسطيني، أنتم جزء من هذا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لكن على المقاومة، على إمدادات المقاومة، على صواريخ وأسلحة ورصاص المقاومة بالتأكيد. إطالة أمد الحرب بهذا الشكل بالتأكيد سيؤثر على قدراتكم، هل هذا الطرح صحيح يا دكتور؟ المقاومة عندها إمكانيات وأعلنت أنها مستعدة للاستمرار بهذا القتال بهذه الوتيرة لفترة طويلة. هذا الكلام أعلنته القسام وأعلنته سرايا القدس، ليس هناك خيارات من الشعب الفلسطيني. اليوم هم بيتحدثوا بشكل واضح وصريح أيضا، لن تكون هناك سلطة فلسطينية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، السيطرة الأمنية كاملة ستكون لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع بعد الانتهاء من الحرب. أنتم أحد يعني فصائل المقاومة الفلسطينية الرئيسية في القطاع، كيف تنظرون لمثل هذه التصريحات؟ هذه تصريحات في الهواء، لأنه على أرض الواقع بعد 100 يوم وأكثر من 100 يوم المقاومة لا زالت هي التي تتحكم في الميدان، ونتنياهو وجيشه لم يحقق أي من الأهداف المعلنة. المقاومة تسيطر، تتحكم، معنويات عالية، ونرى ما يحدث في الجيش الإسرائيلي كل يوم توابيت وكل يوم خسائر، وهذا لا تحتمله إسرائيل، ولذلك هناك تخبط سياسي وعسكري في دولة الاحتلال، وهناك مأزق حقيقي، مأزق استراتيجي، لأنهم يتحدثوا أنهم أنهوا السيطرة على الشمال وينسحبوا من الشمال، لكن هل هذا الانسحاب دون تحقيق الأهداف له أي قيمة؟ صحيح أنه يقلل الخسائر بين صفوف الجنود العدو، ولأنهم لا يحتملون هذه الخسائر، كل يوم عشرات بين قتيل وجريح، ولكن الانسحاب دون تحقيق الأهداف هو لا يحقق أي شيء سوى تقليل الخسائر.